طيب يا جماعة، واحد من أهم الأسئلة اللي بتقابلنا في إيست يون وغلس بيها كذا مرة، بس هي فكرتها بسيطة جدا وهو بيحب يجيبها. خلاص، فعايزين نركز كده ونكسب السؤال ده في الامتحان عشان لو جابه حلو وأنا مغمض. خلاص، طيب إيه هو يا جماعة؟ بيروح جايب لي ثيرد ديجري إيكويشن أو سكند ديجري إيكويشن حتى. خلاص، والثيرد ديجري مين اللي بتبقى ثيرد ديجري؟ والثيرد ديجري إيكويشن دي يا جماعة ما بيبقاش فيها اي كومن فاكتور اقدر اخده، انا معيش كالكليتر وثيرد ديجري يعني في باور 3 في الموضوع، فبالتالي مش قادر اخد اي كومن فاكتور. بتصرف ازاي؟ بصوا هديكوا اكزامبل اللي جه في امتحان قبل كده تقريبا مارش او اكتوبر، مارش تقريبا. كان ايه هو؟ كان بيقول لي اكس باور 3 ماينس 2 اكس باور 2 بلس 2 اكس ماينس 4 ايكوال 0. جميل، ده ثيرد ديجري ايكويشن، وراح مديني ايكويشن زي كده وراح قال لي فور وات ريل فاليو اوف اكس، ريل فاليو خلي بالكم اوف اكس از ابوف ايكويشن ترو. جميل يا جماعه، هاجي انا بص كده، هل انا لاقي اي كومن فاكتور في المساله؟ هي دي الفكره، ان انا معيش كالكليتور ومعيش كومن فاكتور في المساله، وهي حتى مش سكند ديجري ايكويشن لحد هنا بس فاقدر اشتغل نيجاتيف بي بوزيتيف اور نيجاتيف روت بي باور 2 ماينس 4 اي سي اوفر 2 اي. لا، ده دي ثيرد ديجري ايكويشن. هل لاقي اي كومن فاكتور في المساله؟ اول حاجه بفكر فيها انا عارف ان انا ادور على كومن فاكتور، مش لاقي. طب اعمل ايه؟ بضطر ان انا اشتغل بحاجه اسمها فاكتورنج باي جروبنج. بص يا جماعه، فاكتورنج باي جروبنج دي بتبقى ازاي؟ بقسم المساله نصين كده بكل بساطه والله. المساله مش معنى ان انا عملت خطوات كتيره يبقى المساله هتتحل في وقت كتير وهتبقى صعبه، لا هي عادي جدا. بص، فاكتورنج باي جروبنج هقسم المساله نصين. جميل، اول جزئيه دي يا جماعه هل فيها اي كومن فاكتور؟ اه فيها كومن فاكتور. مين اللارجست كومن فاكتور هنا؟ هيبقى الاكس تو ذا باور 2. هيتبقى لي ايه من الاكس باور 3؟ هيتبقى لي اكس بس. ويتبقى لي ايه من الجزئيه دي؟ هيتبقى لي نيجاتيف 2. جميل كده، جميل. بعد ننزل بلس. تاني جزئيه دي يا جماعه فيها كومن فاكتور؟ اه فيها كومن فاكتور، اللارجست كومن فاكتور بتاعها 2. هيتبقى لي من اول ال 2 اكس، دخلت ال 2 يبقى لي اكس، والنيجاتيف 4 نيجاتيف 4 اوفر 2 هيديني نيجاتيف 2. كل ده ايكوال كام؟ ايكوال 0. هنا ابتدى يظهر لي الكومن فاكتور اللي في المساله كلها يا جماعه. هي دي الفكره، ان انا لما اعمل فاكتورنج باي جروبنج. يعني ايه باي جروبنج؟ يعني بقسم الايكويشن لجروبس. على فكره لو ايكويشن كبيره ممكن تقسمها لكذا جروب، بس هو طبعا مش عليكم الكلام ده، انت اخرك هيجيب لك ايكويشن زي كده تقسمها لتو جروبس، ادي اول جروب وتاني جروب، وتاخد من هنا كومن فاكتور وتاخد من هنا كومن فاكتور. من هنا لما تاخد الكومن فاكتور من اول جزئيه، لما تيجي تاخد الكومن فاكتور هيظهر لك الباقي اهو. ومن تاني جزئيه لما تاخد الكومن فاكتور اللي هو 2 هيبقى لك الباقي اهو اللي هو الاكس ماينس 2. جميل، هنا ابتدى يظهر لي الكومن فاكتور بتاع المساله كلها اللي هو مين؟ اللي هو الاكس ماينس 2. خدت الكومن فاكتور بتاع المساله كلها، هل كنت تقدر تجيب الاكس ماينس 2 كومن فاكتور من المساله كلها من الاول؟ لا، لازم تعمل الخطوه بتاعت الفاكتورنج باي جروبنج. هتاخد الاكس ماينس 2 كومن فاكتور يا جماعه، هيتبقى لي ايه من اول جزئيه؟ اكس باور 2. ويتبقى لي ايه من تاني جزئيه؟ البلس 2. كل ده ايكوال كام؟ ايكوال 0. هو هنا خلي بالكوا ان هو بيقول لي فور وات ريل فاليو اوف اكس. ريل فاليو يعني ايه؟ ليه بيقول لي كده؟ عشان لما اجي انا اقول له يبقى يا اما الاكس ماينس 2 هي اللي ايكوال 0 يا جماعه، يا اما الاكس ماينس 2 هي اللي ايكوال 0، وساعتها وادي ده هناك بالبوزيتيف تبقى اكس ايكوال 2، وهو ده الريل فاليو بتاعي على فكره. لو عوضت بيه فوق مكان الاكسات كلها بتوع هيديك ايكوال 0. ولكن لما اجي اقول له بقى اكس باور 2 بلس 2 هو اللي يا اما الاكس باور 2 بلس 2 هو اللي ايكوال 0، هيقول لي ايه؟ هيقول لي دي مش ريل. ليه؟ لان هو دي ده هناك بالنيجاتيف يا جماعه، تبقى اكس تو ذا باور 2 ايكوال نيجاتيف 2. انا اكس تو ذا باور 2 ايكوال نيجاتيف 2، عايز الاكس اعمل سكوير روت هنا وسكوير روت هنا، تبقى الاكس ايكوال سكوير روت نيجاتيف 2 اللي هي نوت ريل اصلا يا جماعه. خلاص، يبقى الريل فاليو الوحيده هو اكس ايكوال 2. خلاص،